بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية، قناة إنجليزي ابتدائي عند إعدادي مع ميس هناء السمان. ان شاء الله النهارده شباب لقانا مع طلبه الصف الثاني الثانوي، مستمرين مع كتاب جمله عمشيه 23، مستمرين مع المراجعه بتاعت المنهج بتاعك، ووصلنا ان شاء الله للامتحان اللي جاي على الوحدات 3 و4 وتحديدا نوفمبر تيست، امتحان شهر نوفمبر. جايب الامتحان ده كتيب جيم الملحق بالكتاب الاصلي اللي عندك اللي هو هونجنج اسسمنت، كتيب التقييم المستمر اللي فيه الامتحانات والمراجعات، واحنا شغالين فيه لنا فتره شباب. العنوان قدامنا واضح جدا، براكتس ممارسه نوفمبر تيست، اختبار او امتحان شهر نوفمبر. ريمبر تذكر، اندرستاندينج فهم، ابلاين تطبيق، انالايزنج تحليل، ايفالويتنج تقييم، كريتنج ابداع. والامتحان بتاعنا ان شاء الله بدايته على صفحه 152، بسم على بركه الله، ونشوف الجزء الاول ده الاربع جمل الاولانيين هنختار فيهم اجابتين من الخمس اجابات المتاحين، باقي الامتحان هنختار اجابه واحده ما عدا طبعا لما نوصل للترجمه والموضوع الانشائي ده اللي هم فيهم كتابه. بسم على بركه الله ونبدا اول جمله بيقول فيها The prison speech was good and you felt he. الكلمة اللي ألقاها الرئيس أو حديث الرئيس كان جيد وشعرت منه إن هو إيه بقى؟ in touch على اتصال with people's needs، احتياجات الناس إيه بقى؟ lost بمعنى فقد، was بمعنى كان، missed بمعنى فاته شيء أو وحش شيء، وعندي kept بمعنى ظل على أو حافظ على، زي هي جاية من keep in touch، keep in touch معناها ظل على اتصال به، وده الماضي منها، وعندي lived بمعنى عاش. was in touch with بمعنى كان على اتصال بي، او kept in touch with برضو معناها كان على اتصال بي، عايز اقول لك كان حاسس باحتياجات الناس. عندنا بيقول لك people of the same family، الناس من العيله الواحده usually exchanged، عاده ما بيتبادلوا ايه on Christmas day، في اعياد الكريسماس او في يوم الكريسماس بيتبادلوا gifts الهبات والعطايا، prize الفرائز، presents الهدايا، awards المكافآت الرسميه، rewards المكافآت غير الرسميه. الناس اللي من عيلة واحدة بيتبادلوا gifts و presents. ثلاثة، what interests me، والله كل اللي يهمني is all the history of these places، تمام، تاريخ الأماكن دي. طيب the adjectives، عايز صفات من كلمة interest، كلمة interest معناها اهتمام، بس هنا هو الفعل what interests me ده كده الفعل، تمام، عايز الصفة منها أو عايز صفتين. interestingly معناها بطريقة شيقة، interestless هنا ما فيش اهتمام، interest معناها اهتمامات، تمام، انترست هي جمع كلمة انترست، وعندي كلمة انترستنج معناها شيق، وعندي كلمة انترستد معناها مهتم، دول صفتين. الصفة من انترست، انترستنج، وانترستد. هنحرك الشاشة عشان الجملة رقم أربعة تظهر بطريقة أفضل، هي كده كده ظاهرة بس عايزينها بطريقة أفضل. بيقول لك all people، الناس كبيرة السن love to talk، تحب تتكلم إيه؟ كمل. They're old times، old times اللي هي العهد القديم، العصر القديم، وقتهم يعني. which they enjoyed much، كانوا بيستمتعوا بيه. طيب يبقى نقول to ايه؟ talk to، in، about، of، with. ينفع اقول talk about او talk of، يحبوا يتكلموا عن الوقت اللي هم كانوا عايشينه بحرف الجر about او of، talk about، talk of. نحرك الشاشه خلاص، دلوقتي احنا هنختار اجابه واحده، يبقى لازم نكون مركزين في الفكره دي بدايه من الجمله رقم خمسه. our an جاب فراغ is an icon، icon معناها ايقونه، similar to an، خد بالك من الكلمه دي ايموتايكون، ايموتايكون دي معناها ايقونه فيها رموز عاطفيه، تلاقي فيها قلب، تلاقي فيها وش مبتسم، تلاقي فيها كده، دي اسمها كده، اسمها ايموتايكون اللي هي الايقونات العاطفيه. يوزد ان الكترونيك مسجز، في الرسائل الالكترونيه، اند اون ويب سايتس، وعلى المواقع بتاعت الانترنت طبعا. طب هنا نقول ايه؟ كاركتر بمعنى شخصيه، ولا ايموجي اللي هي الرموز التعبيريه ودي اللي تخص الموضوع بتاعنا، ابريفيشن اختصار، وسيجنال بمعنى اشاره لاسلكيه. خدنا ايموجي اللي هي الرموز العاطفيه وخدناها اجابه. في ستة بول يو كان نيفر، بيقول لك انت ما تقدرش ابدا. ايه ذا ديفرنس، الفارق بتوين ذيس توينز، ما بين التوأم ده، ذي ار ماتش عليك، ده هم شبه بعض خالص، يبقى انت ايه بقى ذا ديفرنس؟ دو ذا ديفرنس، ميك، ديزاين، تيل. تيل ذا ديفرنس بمعنى يخبر عن الفرق، عايز اقول لك ما تقدرش تقول لنا الفرق ما بين التوأم ده لان هم شبه بعض تماما. سبعه، ذا هيد تيتشرز، هيد تيتشرز هو مدير المدرسه يا شباب، ذا هيد تيتشرز ايه؟ وجاي فراغ، شارب، شارب بمعنى حاد، وذ انجر بالغضب الشديد،
because of the student's bad behavior بسبب سلوك الطالب اللي كان سيء. طيب sign معناها لافتة، mark علامة زي ما بحطها لك في الامتحان اللي هي زي الدرجة كده، tone معناها نبرة الصوت والنغمة بتاعته، وعندي stone اللي هو بمعنى حجر أو صخرة. ده بقى التون، النغمة بتاعت صوت المدير كانت واضحة جدا فيها الغضب الشديد. 8 the students must finish the test within، الطلبة لازم ينهوا الامتحان within، within معناها خلال ايه of 2 hours، ساعتين no more مش اكتر. يبقى نقول location موقع او مكان لتصوير واشياء زي ده، area معناها منطقة، space المعنى الحرفي ليها فضاء او فراغ او فترة، وعندي ريجن بمعنى اقليم. هنا بقى الناس ريجن معنى اقليم ومنطقة، يعني الطلبة لازم ينهوا الامتحان في الفترة المحددة او مدة الساعتين اللي هو محددة ليه، مش اكتر من كده. 9 where do you think you، اين تعتقد انت كذا، when you are 50، لما يبقى عندك 50 سنة. طيب انت كده عندك 50 سنة؟ لا، يعني هو بيتكلم عن المستقبل. طب انه مستقبل؟ لما يبقى عنده 50 سنة هيكون بيشتغل فين؟ يبقى ده مش مستقبله بس، لا ده مستقبل مستمر، يبقى will be working. ما تنفعش shall work، تمام، لأن إحنا قلنا بنستخدم shall في المستقبل فين؟ حاجتين، suggestion الاقتراح والأوفر العرض، لا دي تنفع ولا دي تنفع، لأن ده لا اقتراح ولا عرض. طب will be working مستقبل بسيط مبني المجهول، هو اليو هنا هو فاعل ولا مفعول؟ فاعل. طب work ده مصدر يعني مضارع بسيط، ده جدول معيد؟ لا. 10 get out of the building، اطلع من البيت، إيه من المبنى، إيه بسرعة يلا اجري. ها it sounds like، يبدو انه the generator، generator اللي هو المولد الطاقة، يبقى كده بيتكلم عن ايه؟ هنا هو بيتنبأ، والتنبؤ بتاعه له دليل، ده شايف حاجة الحق اجري، المبنى هيضيع بقى ليه؟ الجنريتور is going to explode، سوف ينفجر، تنبؤ مبنى على دليل. وجونجتو ما ينفعش بويل لان ليس لها دليل، ويل بتيجي مع ما فيهوش دليل. اكسبلوز ده مضارع بسيط، يبقى جدول معيد، هو ده جدول معيد، وعندي ويل بي اكسبلودنج مستقبل مستمر، هو هيقعد ينفجر، لا هو خلاص انفجار بيبقى مره واحده ربنا عافينا. وطبعا هنا هو خدناها تنبؤ مبني على دليل بجملته. نحرك الشاشه عشان تبقى جمله رقم 11 ظهر، وكمان رقم الصفحه ظهر. بيقول لك فيها اي دونت ثينك، يعني انا اعتقد ان هو جاي في فراغ. ذا اوبوننت، كلمه اوبوننت معناها معارض. هي از فيري ويك، ضعيف جدا. كلمه معارض، معارض معناها معارض ليه، بمعنى ايه؟ بمعنى المنافس ليه يعني. طيب يقول لك والله اعتقد ان هو مش هيهزم المعارض، ليه؟ لانه ايه ضعيف. طيب ده تنبؤ، طب مبني على دليل ولا ملهوش دليل؟ ملهوش دليل. ليه ملهوش دليل؟ بقول لك هو ويك، ويك دي معناها ضعيف، ودي صفه بدنيه موجوده في الشخص. طب ما ممكن يبذل مجهود، وممكن يشد حيله، وممكن التاني يتعثر، يبقى تنبؤك هنا هو مش هينفع، مش هينفع يكون قوي. ليه؟ لان زي ما قلنا ويك دي صفه ربنا اداها للشخص ده، هو ربنا خلاه انسان مش قوي، تمام، يبقى دي موجوده فيه خلاص، يبقى ما تنفعش تكون دليل. احنا قلنا يا شباب الصفه الطبيعيه اللي ربنا اداها للانسان او للشيء ما تنفعش تكون دليل على انه هو هيحقق شيء معين. اللي ينفع يكون دليل هو انه يبذل مجهود، انه يعمل حاجات معينه، ده تمام. يبقى هنقول ويل بيت خلاص، هي التي تدل على التنبؤ الذي ليس له دليل. وانت بيدي منفيه، ما ينفعش نافيين، دونت ثينك وونت ما ينفعوش. ازنت جوينج تو بيت، تمام، فيها نافيين، نفي موجود في دونت ونفي موجود في ازنت، ما ينفعش نافيين. وعندي از بيتنج ده مضارع مستمر، المضارع المستمر ما بستخدموش في التنبؤ. اذا خدنا البيت اجابه صحيحه تبقى معنى جمله على بعضها، انا لا اعتقد انه سوف يهزم المنافس بتاعه. ليه يا عم؟ لانه ضعيف، تنبؤ ليس له دليل، برغم من وجود كلمه ويك ضعيف، لان زي ما قلنا هي صفه موجوده في الانسان وليست شيء بذله. 12 it's your own fault، غلطتك انت يا عم. you كذا have gone، have وراها تصريف ثالث، اصبر شويه to be solid. بقوله غلطتك انت، انت ما كانش لازم تروح تنام متاخر، شو انت have، يعني انا بلومه بقول له غلطتك انت ما كانش لازم تنام متاخر، تمام كده. ما ينفعش شد، لان شد تديني عكس شد، بقول لك انت كان لازم تنام متاخر. طب ازاي اقول لواحد لازم تنام متاخر؟ كانت، انا مش بتكلم في فكره الاستنتاج في الماضي، طبعا كانت have تصريف تديني استنتاج في الماضي قوي منفي، مصر تديني استنتاج في الماضي قوي مثبت، انا مش بتكلم في الاستنتاج خالص، انا بنوم. 13 as it was the time to close، بما انه خلاص حان وقت الغلق. all the customers، كل الزبائن، were politely asked to leave، بطلب منهم يعملوا ان هم يمشوا، خلاص يا جماعه لو سمحتوا سيب المحل عشان هنقفل، ماشي. ما ينفعش الجرند، ما ينفعش تو الجرند، ما ينفعش تو هاف تصريف تالت.
في 24 he didn't find the keys anywhere، ما لقاش المفاتيح في اي حته. الجمله فيها ماضي. he كذا have left them on the bus. كده هو بيستنتج، والاستنتاج بتاعه مش مؤكد، بيقول لك والله يمكن يكون سابهم فين؟ في الاتوبيس. استنتاجك ايه؟ زمنه ماضي بدليل هاف تصريف ثالث، يبقى انت كده فاضل لك كنت. طب ليه ما خدناش كنت؟ استنتاج في الماضي صحيح لكنها قوية منفية. طب ليه ما خدناش كودنت؟ استنتاج في الماضي قوي منفي زي كانت، ممكن أقوى منها كمان. ماس أنت مش بتستخدم في الاستنتاج أساسا. 15 وما خلي بالك ماس مع تصريف ثالث، ما ماس أنت في تصريف ثالث مش بتاعت استنتاج. احنا لما بنستخدم ماس أنت لوحدها بيبقى نهي أو منع عقاب وبات، لكن أنا في هاف تصريف ثالث بعيد عني تمام. 15 when she went out this morning، لما طلعت هذا الصباح. She left her briefcase here، سابت الشنطة بتاعتها. طيب she بقى to leave it behind، هي كانت ايه بقى انها تسيبها؟ couldn't mean لم تكن تقصد، واللي هنا هو المقصود بيها استطاعة وعدم استطاعة. هو مش بيتكلم عن قدرة في الماضي وعدم قدرة في الماضي، النفي بتاع العكس بتاعها could mean، couldn't تديني نفي وكنت تديني اثبات. هنا بيقول لك ايه؟ لم تكن تستطيع ان تقصد، وهنا كانت تستطيع ان تقصد، لا ده بيستنتج. فيستنتج بي كود هاف من، يمكن تكون كانت قصده بس هو مش متاكد. ما ينفعش هو كود هاف لان تفيد النفي البات والقاطع وانت كده متاكد، لا. 16 بيقول ايه؟ I strongly encourage everyone، انا بشجع قوة كل واحد ايه؟ or see or see King Lear، او يشوف King Lear. It's an important play، انها مسرحيه مهمه. طيب يبقى يشجعه ايه؟ او يشوفها انه يقراها. طيب encourage يبقى انت عايز تقول مصدر، خلاص ما ينفعش المصدر بدون تو، ما ينفعش الجرند وما ينفعش تو وراها جرند. انكارج تو. نحرك الشاشه عشان نروح للقطعه واللي فيها بيتكلم عن الاضرار اللي بيسببها التدخين للمجتمع البريطاني. يو كي دي اختصار يونايتد كينجدم اللي هي بريطانيا. طبعا الكاتب جايب حسبه مجموعه من الارقام الكتيره جدا 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 في القطعه، لا يخلو سطر من حسبه واحصائيه عن الأضرار اللي بيسببها التدخين للمجتمع البريطاني من خسائر مادية وكمان حتى خسائر في الأرواح وحاجات كتيرة جدا. ماشي، إجمالي الفكر اللي احنا نقدر نطلع منها بالقطعة دي إن التدخين في المجتمع البريطاني بيتسبب في موت العديد من الناس في سن صغيرة، أمراض عديدة جدا مثل السرطان، سرطان الرئة تحديدا، وأمراض القلب، ويعني أمراض كتيرة جدا لها علاقه بالتدخين. بيكون الاجمالي بتاعها من 12 ل 35 مليون جنيه استرليني. طيب زي ما قلنا ان هذه الامراض بالاضافه للتكلفه طبعا بتاثر على المجتمع البريطاني. لما بتموت الناس في سن صغيره ما فيش ضرائب، بالاضافه كمان ما فيش عمل. يعني دي حاجات ايه؟ مجموعه من المصائب كثيره جدا اللي بيسببها التدخين. وبنقول ان المجتمع لو المدخنين فيه توقفوا، الاسر كمان هتستفيد بالفلوس اللي بيتم انفاقها على هذه الامراض علاجا ليها، وكمان الناس اللي بتموت والكلام من ده هيبقى عندك وفر في الدخل بيبقى كويس جدا، ممكن الدخل ده يبقى كبير جدا والناس تستفيد بيه. تمام، طبعا مجموعه مشاكل كتيره جدا، بس هنا الراجل بيختم بكلامه ويقول ان الحسبه في النهايه مش مجرد ان احنا نوفر شويه فلوس، لا، الحسبه ان انت تتمتع بمجتمع صحي والافراد اللي فيه بيتمتعوا بصحه جيده، دي الافضل. يعني افضل يعني حكايه الفلوس نقطه مهمه جدا، لكن النقطه الاهم منها ان انت لما يكون عندك مجتمع من الاصحاء افضل ما يكون مجتمع من المرضى. طبعا الدخول في الحسبه والارقام كتيره جدا، قطع عندك يبقى انت ايه بقى، احسب واجمع واطرح براحتك. 17 if everyone stopped smoking، لو الناس توقفت عن التدخين all the United Kingdom، بريطانيا كلها ايه اللي هيحصل لها؟ would have more money، هيبقى معاها فلوس اكتر، وفر الفلوس اللي بتصرف على الامراض وعلاجها والحاجات دي. 18 every year companies، كل سنه الشركات بتخسر ايه بقى؟ because of the disease، بسبب الامراض ده، هي بتخسر money، بتخسر فلوس. 19 the true value، القيمه الحقيقيه for the UK of not smoking، القيمه الحقيقيه بتسعى عليها انجلترا من عدم التدخين ايه؟ ان الناس يبقى صحتها كويسه. احنا قلنا الفلوس نقطه مهمه، لكن اهم منها صحه الناس. الجمله 20 بيقول لك فيها ذا تكس از اباوت، النص ده بيتكلم عن ايه؟ النص اللي قدامك ده بيتكلم عن مقدار المال، ماشي، هاو ماتش سموكينج كوست ذا يو كي، عن مقدار المال اللي بيتكلفه انجلترا بسبب التدخين، سواء كان في الانفاق على العلاج، سواء كان بتوقف العمل، سواء كان بتوقف الضرائب، حاجات كتير.
21 بيقول لك ايه؟ smokers cause the UK a lot of a lot if they are. المدخنين بيكلفوا بريطانيا كتير جدا لو ايه؟ سواء كانوا عايشين او ميتين. الله، طب ازاي؟ وهم عايشين بيكلفوها علاج وكمان بيتعطلوا عن العمل. طب هم ميتين بيكلفوها ان هم ما بيدفعوش ضرائب، ما خلاص مات في سن صغيره هيدفع ضرائب منين؟ برضو توقف الانتاج، حاجات كتير يعني. في 22 كيورنج لانج كانسر كوس، علاجات سرطان الرئه ربنا يعافينا بيكلف طبعا ماتش ماني، بيكلف فلوس كتير منطقي. حركنا الشاشه نروح السؤال 23 واحنا لسه برضو على قطعه، بيقول لك فيها people don't pay taxes، الناس مش بتدفع ضرائب ليه؟ لانهم ماتوا. They die at an early age، ماتوا خلاص هيدفع ضرائب ازاي واحد ميت؟ The synonym of the word injure، كلمه injure معناها يجرح. يرادفها ايه؟ يساويها ايه؟ يساويها hurt بمعنى يؤلم او يجرح برضه. طب نحرك الشاشه عشان نروح للترجمه وهنبدا باللغه العربيه، والجمله بتقول وحذر كثير من الخبراء من استخدام المفرط للتليفون المحمول لان ذلك قد يؤدي الى مشكلات صحيه ونفسيه واجتماعيه خطيره وخاصه لدى الاطفال. الترجمه بتاعتها هتبقى بالشكل ده: Many experts warn of the overuse of mobile phones because this will lead to serious social, psychological and health problems especially for children. نروح للترجمه باللغه الانجليزيه نحاول اللغه العربيه. Besides being an important source، بجانب كونها مصدر مهم national income للدخل القومي، tourism السياحه strengthens ties among، بتقوي الروابط ما بين the nations الامم of the world للعالم. It also helps to spread peace، بتساعد في نشر السلام love المحبه and understanding والتفاهم. ونلاقي الترجمه كده: بالاضافه الى كونها مصدر دخل قومي، تقوم السياحه تقوي السياحه العلاقات بين امم العالم كما تساعد على نشر السلام والحب والتفاهم. نروح للسؤال الاخير في الامتحان بتاع شهر نوفمبر، بيقول لك فيها رايت ان اساي اباوت، امتحان اكتب مقاله اباوت 180 words، 180 كلمه عن ايه بقى؟ The importance of friendship، أهمية الصداقة. الصداقة عنصر من العناصر اللي بتؤدي إلى المحبة والمودة ما بين الناس، كذلك السلام، وبيؤدي إلى إنك أنت طالما في أصدقاء معاك بتحبهم تتعامل معاهم وممكن تعمل معاهم مشاريع ناجحة والحياة يبقى فيها بيس، سلام وأمان، ودي نقطة مهمة جدا. نختم على الشاشة كان فيها ترجمة شباب ونقول إن امتحاننا اللي عملناه لك لشهر نوفمبر انتهى، لكن إن شاء الله تدبات معاك في مراجعة المنهج و التدريب عليه بشتى الطرق المتاحة إن شاء الله بإذن الله. لسه لا يزال لدينا الكثير والكثير إن شاء الله. ظننا في المزيد مع معلم خبير اللون زي مسؤول عزة. السلام عليكم وبركاته.